حبيبة فاطمة رمزي من مدرسة النصر الخاصة الصف الثاني واحد. في هذه المناسبة السعيدة على قلوبنا نرفع آيات التهاني والتبريكات إلى عرقان سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى كافة شيوخنا وشعب الإمارات بمناسبة الذكرى 44 لتوحيد القوات المسلحة. يصادف اليوم 6 مايو الذكرى 44 لتوحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي ذكرى غالية على قلوب الجميع انطلاقا من مكانة هذه الدرة الحصي في قلوب وما ينطويها عليه من قيم ومعان، بحكم كون هذه المؤسسة مصنعا للرجال ومدرسة عريقة للوطنية والولاء. 1976 بداية حقيقية للانطلاق نحو تحقيق آمال الشعب وتطلعاته في دمج القوات المسلحة تحت علم واحد وقيادة واحدة، لتكون السياج القوي الذي يحمي الوطن والمواطنين.